شدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري على أهمية تضافر جهود كافة أبناء محافظة إب في مواجهة المشروع السلالي الإمامي البغيض والانتصار للشرعية والجمهورية والثوابت الوطنية والبدء في بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة. وأكد الوزير الميسري خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن محافظ محافظة إب اللواء الدكتور عبد الوهاب الوائلي أن أبناء محافظة إب يرفضون كغيرهم من أبناء الوطن المشروع الإيراني التي تحمله ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأطلع محافظ إب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على جملة من القضايا المتعلقة بالمحافظة والانتهاكات التي يتعرض لها أبنائها من قبل ميليشيا الحوثي وأوضاع النازحين من أبناء المحافظة. وأكد الوزير الميسري اهتمام الحكومة بكل النازحين من مناطق سيطرة الميليشيا وتقديم لهم الرعاية الكاملة وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية.